السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. بنحاول في السلسله دي ان احنا نسهل موضوع الدمج على اغلب الناس، لان اكتر المصممين بيبقى عندهم مشكله في موضوع الدمج. فاحنا في السلسله دي بنعمل تصميمات سوشيال ميديا بسيطه ولكن بستايل المينيبليشن. فما تنساش لو انت كنت جديد في القناه تعمل اشتراك في القناه عشان عايزين نوصل ل 25,000 مشترك، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. التصميم اللي معانا يا فنان النهاردة هو تصميم عن توصيل الخضار والفاكهة لحد باب البيت من ستور او ايا كان، بيعتمد على فكرة التوصيل لحد مكانك او مكان ما انت موجود. فزي ما قلت لك قبل كده ان احنا اهم حاجة ان احنا نعمل انسبيريشن في الاستوكات. فانا لما دخلت على شطر ستوك كتبت لوكيشن بين اللي هي علامة اللوكيشن واخترت الـ AI generated، لقيت صورة حلوة قوي بدأت ان انا ابني عليها الفيجوال كله. لما عدت اسكرول كده لقيت الصورة دي. بص الصورة دي مختلفة جدا، يعني العين ما شفتهاش كتير. وزي ما قلت لك كل ما كانت الاستوكاية مختلفة كل ما كان التصميم بتاعك مختلف، والعكس صحيح. لو استخدمت استوكات اتهرست كتير مهما كنت انت باذل مجهود في التصميم هي العين شافت ده كتير فاوريدي مش هتحس ان الموضوع مختلف. فخدت الاستوكاية دي عندي وحملتها وقلت انا هجيب شخص واقف قدام هنا كده ماسك باسكت وقدامه السكوتر بتاع التوصيل واحط السين كله في شارع وطريق وزرع وبتاع. فكل اللي انا عمله ان انا هفتح مقاس التصميم عندي 50 في 50 وهسحب الاستوكاية بتاعتي الجميلة المختلفة احطها هنا كده اصغرها شوية، وهاخد الطريق ده عندي احطه بالشكل ده، انزله تحت لير اللوكيشن بين واسحبه اضغطه عشان خط الافق بتاعي يبقى مظبوط مع خط الافق بتاع علامة اللوكيشن دي. في جزء عندي ابيض كده في الاستوكاية فهحدده وهشيله بالماسك بالشكل ده. بعد كده هاخد عندي الزرع ده، وقلت لك ان من احسن الحاجات اللي تفصل بين خط الافق الارض والسماء هو الفنس ده، اسمه فنس. هسحبه واحطه عندي هنا وهصغره شويه بالشكل ده، هسحب بس علامه اللوكيشن دي شمال شويه وهنزل دي تحت اللير ده اصغرها كمان شويه بالشكل ده. جميل. هاخد بعد كده صوره السور بتاع الزرع ده، هاخده برضو احطه عندي كده ورا هصغره شوية وهنزله تحت اللير دي بالشكل ده. تمام كده انا يعتبر بنيت المشهد الاساسي عندي. هاجي بعد كده هاخد صورة السما دي، وخلي بالك بقى ان انا الفيجوال كله التون بتاعه اللي هو التون البني المحروق ده، فمهم قوي يبقى عندك سنس كده وانت بتختار الاستوكات بتاعتك ان الحاجات كلها تبقى الالوان بتاعتها، يعني شوف حتى الموديل اللي انا مختارها شايف مثلا الالوان بتاعتها ماتش جدا مع الالوان بتاعت التصميم او الكالر جريدنج بتاع التصميم او الكالر باليت بتاع التصميم ايا كان، ولكن الالوان كلها متقاربه من بعضها. فمجرد ما هتظبط كالر بالانس بسيط لكل حاجه هتحس ان الدنيا ماتشي قوي. هاخد دول بس اصغرهم شويه عندي بالشكل ده، حاسس ان القطعية دي مش حلوة فممكن اخد دي اكررها هنا، اعتقد كده الموضوع ألذ، واخد دي احطها هنا، حاسس ان الموضوع كده احسن كتير. ممكن بقى اسحب السما دي عندي بالشكل ده. طيب هاخد الصن فلير بتاعتنا الجميلة خليها سكرين احطها هنا كده بالشكل ده، لان الاضاءة عندي جاية من على اليمين قوية جدا في، فخليها بالشكل ده. وهاخد السكوتر حملته من موقع بيكسل سكويد هسحبه هو والشادو هحطهم عندي هنا كده وهخليهم قدام هنا هكبرهم شوية بالشكل ده وهطلعهم هنا شوية. طب انا كده عملت التكوين الاساسي بتاعي في وقت قليل خالص. الموضوع كله معتمد على تجمعتك للاستوكات وذوقك واختيارك للاستوكات نفسها. المرحلة اللي بعد كده زي ما قلت لك ان انا اول حاجة بعمل الكومبوستنج او التكوين بتاعي، بعد كده ببدأ ان انا اظبط اللايتنج بتاع الايتمز كلها والعناصر كلها، بعد كده بظبط الشادو بتاعهم، بعد كده لو في حاجات اوحد التون بتاعها يعني الزرع اللي فوق مش زي الزرع اللي تحت فاوحد التون بتاعهم، بعد كده المرحله الاخيره اللي هي فاينلايز التصميم
تبدا ان انا احط تون كامل على التصميم او الكالر جريدنج اللي انا احطه على التصميم. بعد كده اخر مرحله وهي مرحله التكست. فانا كده خلصت اول مرحله اللي هي مرحله التكوين. هبدا بقى بعد كده اظبط الاضاءات وبعدين الشادو بتاعه. انا مثلا السما اللي عندي دي هحتاج ان انا اغمقها من على الشمال شويه، فممكن اهدي البرايتنس كده وبالماسك الجريدينت امسح اسيب الجزء ده افتحه، فتبقى بس عندي اغمقت من على اليمين شويه. هاجي هنا على البن دي هعمل لها ليفلز واخليها ماسك، اسحبها كده شويه واسحب دي كده شويه وهعكس بالشكل ده، وعلى العكس هعمل ماسك تاني افتحه واعكس الماسك واخليها اعمل بس لسعات الاضاءة اللي عندي هنا دي بالشكل ده. تمام. هاجي على الموديل اللي عندي هبدأ ان انا ليفلز واعملها ماسك، اغمقها كده واغمق دي كده واعكس الماسك كنترول اي واختار البراش السوفت البيضة وابدأ ان انا اغمقها من هنا كده الجزء اللي هو مفيش فيه اضاءة بالشكل ده. تمام. ده كده قبل ده كده بقى، وعلى العكس نفتح بقى من الناحية التانية كده، اعكس الماسك وفتح الجنب المواجه للإضاءة ده بالشكل ده. تمام. حلو قوي. طيب ممكن بقى اجي ازود كده الإضاءات عندي شوية بان انا بقى ارسم برشات، يعني اختار البرش البيضة واضغط هنا واضغط شيفت فيعمل لي الخط ده، اخليه مثلا وافتحه من هنا كده بالشكل ده. ممكن كمان اعملها على الاجزاء اللي هنا دي. هاجي عند الموديل هبدا برضو اعمل الحوار ده ان انا اضغط هنا شيفت اضاءة عندي كده بالشكل ده، اصغر البرش شوية عشان تديني نتيجة دقيقة اكتر وارسم الاضاءة عندي بالشكل الجميل ده. ده كده قبل ده كده بعد. حلو قوي. ماشي. طيب هاجي بقى اظهر السكوتر اللي عندي ده، هحتاج ان انا اغمقه جدا من قدام عشان المفروض ان الاضاءة عندي جاية من ورا، فهسحب ده كده وهعكس الماسك زي ما تعودنا وهغمق من قدام من هنا كده، وهعمل ليفلز تانية وعكس الماسك وافتح فين كده قبل كده بعد، بان فعلا ان هو واخد اضاءة من عندي من هنا. ممكن اعمل بقى براش بيضة بالشكل ده واسحب اللير بتاع السما دي اخليها للشمس، اخليها اول حاجه فوق. ممكن بقى اعمل كولر على اليلو ده، احاول ان انا اخليه قريب من البني بتاع درجه البنت او اللي في التصميم عامه، يعني ده كده قبل ده كده بعد، اعتقد كده افضل كده افضل كمان بالشكل ده. خليني اقفل دي. على الجزء بتاع الزرع ده اديله كده ماسك واختار الفرشة البيضة وابدأ ان انا افتحه كده من هنا، خلي دي اوفرلاي وابدأ ان انا ايه افتحه من هنا كده عشان يديني الاضاءة دي. خلي بالك في ابيض في الصورة من هنا، فانت عشان تعالجه يا اما تحط شوية ابيض على السما بالشكل ده اللي هو تفتح السما شوية، وطبعا هنقلل الاوباست بتاعها. هاجي بقى على اللير بتاع الزرع دي اقلل الساتوريشن بتاعها عشان يبقى نفس الزرع اللي فوق لانه هاي ساتوريتد قوي، واخد دي اكررها على الجزء التاني. شايف كده النتيجة احسن شوية لانهم بقوا قريبين من بعض كده قبل كده بعد. هاجي بعد كده هاخد اللقطة الجميلة دي بتاع انعكاس الشمس هحطها عندي على الاسفلت بالشكل ده، نزلها تحت هنا. تمام. وهخلي المود بتاعها سكرين وهعمل دبل كليك هنا عشان يفتح لي البليند اف، واسحب كده بالالت الاسود شويه واسحب ده كده شويه، بعد كده اعمل لها دبليكيت دي شويه، او ممكن اسيبها واحده بس عادي، او جرب كده اعملهم اتنين واديهم كلر بالانس شويه بحيث يدوني لسعه. لا مش نافعة، فهخلي واحدة بس واخف البلند اف ده شوية. زي ما انت شايف كده مدياني انعكاس للشمس على الارض، تطشاية برضو حلوة قوي. هاجي بقى بعد كده تعالى نعمل الشادوهات. لو جيت شفت الستوك الاصلية بتاع اللوكيشن دي هتلاقي ان الشادو بتاعها بص جاي ازاي، فاحنا ممكن نعمل نفس الشادو ده عادي ما يزعلش، ان انا هاخد شيب كده واعمله لورا كده بالشكل ده. فهاجي هنزل تحت اللير دي هختار البين تول الشيب الاسود وهاجي اسحبه كده. تعالى نفتح الصورة تاني. تمام كده كده، وهخلي دي ريسترايز اعمل لها بلور جوزا بلور
وهقلل اوباست عندي شويه بالشكل ده. حلو كده عملت الشادو بتاع العلامه اللوكيشن. ممكن اعمل اغمقها من هنا شويه بالشكل ده، وممكن اجي تاني تحت هعمل بقى الكونتاكت شادو حاجه بسيطه كده، اعمل لها ريسترايز واعمل لها بلور، جوزن بلور، وهعمل لها بلور موشن بلور بزاويه خفيفه كده. تمام. طيب عايز بعد كده اعمل الشادو بتاع الموديل. ممكن الموديل اغمقها شويه بان انا اعمل برش سودا، خلي دي مثلا اوباستي 20 والفلو 30، وابدا ان انا اغمق كده من هنا شويه عشان ااكد على الشادو بالشكل ده. حلو جميل. هاجي بقى عشان الشادو بتاعها، فهاخدها اكررها واعمل كولر اوفرلاي باللون الاسود وادمجه مع لير تانيه، وابدا ان انا اسحبه كده، اخلي كليك يمين الديستورت بتاعي كده واخليه برضو من هنا كده واحطها هنا بالشكل ده، اسحبها لفوق شوية. بعد كده اختار بلور جيسيم بلور بالشكل ده واخف اللوباست عندي شوية. بص بقى قبل ما نعمل البلور تعالى نقطع الشادو. هناخد دي من اول هنا كده، هسحبها اقطعها وانزلها تحت. تمام. وهظبط المنظور بتاعها يبقى نفس منظور الخشب. وهنا بس عندك القطع بتاع الرجلين ده، يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتكمل ده من هنا ونعمل واحدة تانية مفتوحة من هنا كده. انا كسرت الشادو. بعد كده بقى عامله معاملة الشادو العادي، اديله جوزن بلور. بعد كده هنخف الاوباستي. تمام. وهاجي هختار من فلتر بلور جاليري، وبعد كده هختار التلت شيفت، هاخدها اسحبها عندي هنا كده واميلها اخليها نفس زاوية ميل الشادو، وازود ان هو يسحبه لك كده على مفيش السحبة دي، واضغط اوكي. بعد كده ممكن نعمل دوبليكيت ونعمل ماسك، نعكس الماسك وناخد بس الجزء اللي هو هنا ده. بعد كده هعمل الكونتاكت شادو، فهعمل لير وهختار الفرشة كده اضغطها، وهخلي بقى الاوباستي 100 والفلو 100، واعمل الكونتاكت شادو بتاع الكوتشي على الارض بالشكل. ممكن اخف الشادو ده شوية. تمام. حلو قوي. طيب هاجي بقى بعد كده اعمل دوبليكيت للشادو بتاع الموتوسيكل ده. الشمس دي بس في حتت كده منها عايزة تتعمل ماسك، اللي هو الخط الفاصل اللي انتوا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. الرصيف بقى ممكن ان انا اغمقه من هنا خالص، افتحه من ناحية الشمس دي واديله بس سنة color balance كده، بدل ما هو لونه كده اسحبه ناحية الاحمر والاصفر. تمام. كده انا يعتبر خلصت الديزاين. الباقي بقى شوية تظبيطات للالوان، فممكن ان انا اجي على التصميم ككل اديله color balance اصفر شوية واحمر، واختار color look up، شوف look up مناسب ده مثلا او ده برضو حلو، اختار ده. بعد كده الشمس دي ممكن اخفها حاجة بسيطة، اجي بقى من فوق كده اعمل جريديان كده، وهعمل سيلكتف كولر، اختار حسب ما انت شايف التصميم محتاج ايه، ما اقدرش اقول لك حاجة معينة. وايت برضو حلو قوي لما بتظبطه بديك نتيجة كويسة قوي. ممكن انا اخليه كده راح ناحية السيان شوية، فده كده قبل ده كده بعد. البنت بس دي ممكن ان انا من الكاميرا رو اسحب الهايلايت بتاعها شوية، من اللايت هنا اسحب الهايلايت شوية بالشكل ده كده قبل كده بعد كده احسن اعتقد. الشجر برضو اللي هنا ده محتاج ان هو اضاءته تخف شوية بالشكل ده. حلو قوي. ممكن بقى تيجي بعد كده تدمج كل الليارات دي وتعملها convert to smart object. بعد كده التركية الساعه اللي انا قلت لك عليها، ان احنا هنسيف التصميم عادي خالص من غير تكست، وهنحطه مثلا على الديسكتوب هنا. تمام. وهنفتح فري بيك عادي. بعد كده هنضغط على تولز وهنختار اكسباند. بعد كده هنيجي على الاب سكيل من هنا، وهنرفع الصوره بتاعتنا وهنخلي دي 2K ونخلي دي فيفيد، ونضغط اب سكيل عشان يعمل لنا فاينلايز للاضاءات والشادو. هنشوف دلوقتي النتيجه اللي هو هيطلعها وازاي ممكن اقدر اخد الحاجات اللي هو هيطلعها دي. بص النتيجه اللي هو طلعها لي، طبعا قلت لك احنا في حاجات بناخدها وفي حاجات ما بناخدهاش، يعني انا هعمل لها داونلود. تمام. وهاخدها اسحبها عندي احطها في التصميم. الحلاوه اللي هو بيحط لك الحاجه في نفس مكانها. انا هعمل مثلا ده ماسك وهعكس الماسك كده، انا ما عملتش اي حاجه، هشوف الحاجات اللي انا محتاج اخدها. بص جزء الشادوهات ده مثلا لو خدته حلو،
جزء الاضاءات ده ظبطها لي برضو اكتر. الشجر ده لو حابب ان انت تاخد الشجر الجديد برضو حلو، القديم برضو حلو، بس ممكن يبقى ده شكله احسن شوية. بص كده قبل وبص، لو جيت شفت الصورة نفسها اللي هو عملها لك الشخص خالص والسما ما بيظبطهاش، فسيب الشخص زي ما هو وسيب السما ما تاخدهاش، وشوف بقى اي حاجة تانية انت محتاج. هنا بص مطلع لك واحد من هنا، ما اعرفش ده جاي منين، ولكن الارض كويسة، الشادو اللي هنا ده معمول كويس، الشمس اللي هنا معمولة كويس. ممكن بس تكون الحتة دي مش مظبوطة، بس ممكن تبقى ان هي حاجة متوسخة او حاجة، فممكن ان احنا نسحبها كده ونعمل لها الجنريت، نشيل بس الجزء ده. بس الحتة دي حلوة قوي بتاعت الشادو دي، والجزء اللي هو تحت الرجلين ده جميل جدا. فهناخد الحاجات دي وهنسيب اللي احنا مش عايزينه زي ما هو. هنا انا شلتها بالجنريت، بعد كده هتبقى اخر مرحلة، مرحلة التكست. فهنكتب مثلا التكست في الجزء اللي فاضي ده عادي جدا، وهختار مثلا اي فونت وليكن، وهكتب مثلا كده هنوصل لك، وتحتها مكانك. ممكن ازود السبيس دي شويه، اسحبها تحت شويه واخليها مثلا باللون الاخضر، تمام. ممكن بقى اكبرهم شويه، هعمل لهم سمارت اوبجكت، واخد السمارت اوبجكت اللي هو اللاير اللي تحت، اعمل لها كولر اوفرلاي باللون السما، وهضغط شيفت وسهم لتحت عشان انزلها، وهعمل دوبليكيت، هاخد بقى اللي تحت دي الكلر اوفرلاي وانزلها عشان يدي لك الاستروك اللي هو معمول ده. ممكن ترفع دي لفوق شويه لو حاسس ان الاستروك بتاعها حلو قوي. بعد كده هتحط اللوجو بتاعك على الشمال لو في سوشيال ميديا او اي حاجه تحت، ولكن ده بشكل عام ازاي نعمل تصميم دمج الوانه كويسه، فكرته كويسه، الكلر ماتشنج مظبوط، ووصل المسج بشكل صح. اتمنى تكون استفدت، واتمنى يكون عجبك الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك للقناة وتشجعني بكومنت، ولو عندك اي اقتراح ان هو يحسن من محتوى القناة يا ريت تقوله لي، وتدخل في جروب التليجرام عشان هيبقى فيه متحديات ومشاركات ومسابقات قريب جدا هعلن عنها، واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.